يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول هذه المقالة إذا انتشرت الدعوة إلى الله بالطرق السلمية فلا حاجة إلى الجهاد، هل هذا القول صحيح؟ وهل إذا يقبلها الناس، يقبلها الكفار، فيه يعترضون في طريق الدعوة؟ أنتم ترون الآن وش صار من الكفار في سبيل الدعوة، ما يقبلون الكفار، ما يقبلون، لو أنهم استجابوا وتركوا الدعوة ولا عارضوها نعم، لكن مستحيل أنهم يتركونها، مستحيل يتركونها، لازم يعارضونها ولازم يقفون في طريقها. نعم.